السلام عليكم طلاب، اليوم وصلنا إلى رينال سيستم باثولوجي ليكتشر 3. اليوم ناخذ النفروتيك سيندروم بعد ما عرفنا النفروتيك وتعرفنا عليها وشفنا الديزيز اللي اسوشيتد وياها. وصلنا اليوم للنفروتيك سيندروم. اذا تتذكرون المانيفستيشنز مالت النفروتيك سيندروم كانت تتضمن اكو شيء اسمه هيماتشوريا ومايلد بروتين يوريا وكذلك اوديما. فهسه خلينا ناخذ شنو اشكالها وهي شنو هي. فخلينا ناخذ النفروتيك سيندروم. يقول ليجنز ذات كوز نفروتيك سيندروم هاف ان كومن بروليفريشن اوف ذيس سيلز وذين ذا جلوميرولاي كومبايند باي ليوكوسيتيك انفيلتريشن انفلاماتوري رياكشنز انجريز ذا كابيلاري وولز بيرميتينج اسكيب اوف ريد سيلز انتو ذا يورين اند انديوسز هيموداينامك تشينجز ذات ليد تو ريدكشن ان جي اف ار. Hypertension is probably a result of both the fluid retention and some augmented renin release from the ischemic kidneys. هذي اللي يصير بالنفروتيك سيندروم. خلينا ناخذ سيجيتال سكشن للنفرون. هذا النفرون هيجي واكو كابيلاريز طالع لين دخله طالع. فاللي يصير شنو؟ انه اكو انفلاميشن هنا بهذه الجلوميرولار تافت. هذا الانفلاميشن يضيق لي البومان كبسول، يضيق هنا هذا المجال اللي هنا المفروض يلتم بيه اليورين ليصير ضيق، فبالتالي الدم اللي دا يتصفى يكون قليل، فهذا يقلل لي جي اف ار. اذا قل الجي اف ار الكليه ككمبنسيتوري ميكانيزم حتفعل راس سيستم. هذا راس شي يسوي؟ يزيد لي الضغط، فحيصير عنده المانيفستيشن تكون هايبر تنشن. الشيء الثاني اللي عندي هذا الهايبرتنشن مو فقط بسبب الراس. الراس ايش يتضمن؟ يتضمن رنين انجيوتنسين اوتوستيرون سيستم. الانجيوتنسين رنين انجيوتنسين هذا واحد يسوي فازو كونستركشن ويسوي لي هايبرتنشن. الاولدوستيرون يسوي لي سولت اند ووتر ريتنشن فبالتالي يسوي لي اوديما ويسوي لي هايبرتنشن. كذلك ايش عندي؟ عندي هذه البلد فيزل هنا اكو هسه راح ندرس نتقدم اكو انواع من النفروتيك سيندروم يصير الديبوزيشن هنا سب اندوثيليال. ما احنا ندرى هذا البلد فيزل هيك يكون وهذا الجلوميرولار بيزمنت ممبرين وهذه البودوسايت. فاكو ديبوزيشن حتصير هنا سب اندوثيليال نسميهن. فمن تجي الانفلاماتوري سيلز حتى تسوي لها انجولفمنت لهذه الديبوزيشن ويصير انفلاميشن. احنا عرفنا الديتيلز مال الانفلاميشن والسيتوكاينز اللي تنفرز. هذا الانفلاميشن يسوي لي ديستركشن بهذا البلاد فيزل. فش راح القى؟ راح القى بالدم، راح القى باليورين بلاد. وكذلك ممكن هذا البلاد يتجمع ويسوي لي كاست همينه. وعندنا فتشي انه هذا الانفلاميشن يؤدي الى بروليفريشن. بروليفريشن من الخلايا اللي هنا اللي اسمها الميزنجيال سيلز، بروليفريشن للاندوثيليال سيلز لانه هي صار بيها ديستركشن بسبب الانفلاميشن، بروليفريشن هنا بالابيثيليال سيلز هذه اللي هنا. فهذا البروليفريشن كله يضخم لي الجلوميرولاي. فراح القى عموما بالمايكروسكوب باللايت مايكروسكوب اكو اللارج جلوميرولاي. هذا اللارج جلوميرولاي راح تضغط لي على البلد فيزل فممكن تسوي له اوبليتريشن. اوبليتريشن يعني تضغط عليه وتسد، ما يتسد كومبليتلي بس يعني بدل ما كان قطره قطره هيك شوي كبير ويفوت دم طبيعي حيضيق القطر مالته وبالتالي الدم اللي يفوت قليل. واذا فات دم قليل معناه يصير ريدكشن بالجي اف ار. فهذيك جنرال بس هم كلش هاي المقدمه تعرفوها زين ولانه على اساسها حننطلق ونكمل باقي سوالفنا. فسنا يقول ليجن ذات كوز نفروتيك سيندروم هافين كمان بروليفريشن. وضحنا قلنا انه الميزنجيال سيلز يصير لها بروليفريشن، اندوثيليال سيلز ممكن تكون البودوسايت نفسها، ممكن البرايتال لاير اوف بومان كبسول حسب الديزيز ونوع الديبوزيشن اوف سيل وذين ذا جلوميرولاي. كومبايند باي ليوكوسيتيك انفلتريشن بسبب شنو؟ بسبب اكو انفلاميشن. particularly endothelial هنا دا يقول اكثر خلايا يصير بها proliferation هي الاندوثيليال سيلز اللي هي مالت البلد فيزل. واذا هذا بلد فيزل خلايا الاندوثيليال صار بها proliferation شي بلش يبلش يضيق. واذا ضاق هذا البلد فيزل معناها الدم اللي يدخل قليل معناها شي يصير reduction بالجي اف ار. حلو.
والميزنجيال سيلز ايضا يصير لها بروليفريشن، واذا الميزنجيال سيلز صار لها بروليفريشن انتم تتذكرون انه من اخذنا كات سكشن كانت هذه مجموعه تبدا تفصل هيك مترتبه، وهنا اكو ميزنجيال سيل، فهذه اذا صارت بروليفريشن هم حتبلش تضغط لها على هذه البلاد فيزلز وبالتالي هم تسوي بيها اوبليتريشن. خليني امسح. فيقول ليوكوسايتيك انفلتريشن بسبب اكو انفلاماتوري رياكشن انجريز ذا كابيلاري وول، بسبب الانفلاماتوري رياكشن يسوي انجري للكابيلاري وول، وهذا يؤدي الى شنو؟ اذا انجرح الكابيلاري وول حنشوف ار بي سي باليورين، هاي وحده. ثانيا لانه الجسم مو هيك يعني قاعد ساكت، يعني ضاد فيزل ما تنجرح، فشي يسوي؟ يبلش يسوي انه بروليفريشن للاندوثيليال سيلز مالت البلاد فيزل، فهذا البروليفريشن راح يسوي لي اوبليتريشن. فهذا الانجري تترتب عليه شغلتين، اول شيء راح القى بلاد انيورون، وثاني شيء راح القى اكو بروليفريشن للاندوثيليال سيلز، وبالتالي هذا يسوي اوبليتريشن. Permitting escape of red blood cells into urine and induces hemodynamic changes that lead to rejection in GFR. وضحناها، راح يقل GFR بسبب هذا البروليفريشن اللي سوالي اوبليتريشن. طبعا انا جاي اعيد بس حتى تظل ببالكم، لا اكثر ولا اقل، اللي ما يحب عادة خي يسوي سكيب يعني الصراحة، لان هن هذا طبعي من اشرح. بالنسبة للهايبرتينشن، بهايبرتينشن وضحنا منين اجى، بسبب هذا الجي اف ار صار بي ريدكشن. الجي اف ار الكدني ككومبنساتوري ميكانيزم، حتبلش تفرز الرنين، رنين فعل انجيوتنسين، انجيوتنسين الدوستيرون، هذا كله راح يتفعل اللي هو نسميه راس سيستم، هذا يتفعل، اذا تفعل يسوي لي هايبرتينشن لانه حيسوي فازو كونتراكشن. As a primary result from both fluid retention، هذا منين جاني fluid retention؟ بسبب تفعيل aldosterone هاي وحدة، وثانيا بسبب انه هذه الglomeruli تتذكروا ما رسمناها هيجي، وقلنا هذا blood vessel هذه الglomeruli كلها راح يصير بها proliferation، قلنا كلها راح تتضخم، وهذه من كلها تضخمت تقلل البومان سبيس، بالتالي اليورن الجي اف ار يقل، فبالتالي هذا الدم مو كله دا يتصفى، فدا يرجع للجسم، المي والاملاح كلها دا ترجع للجسم. فهذا الريتينشن اجى من بسبب انه الجي اف ار اصلا قليل، وبسبب تفعيل الراس سيستم، فمشكلتين هاي مو وحده. And some augmented renin angiotensin from the ischemic kidneys. وضحنا هذه. هسه ناخذ اشكاله، اشكاله تكون عندي مثلا اول شيء، اول واحد هو الاكيوت بروليفراتيف glomerulonephritis اللي هو نفسه post-streptococcal glomerulonephritis. acute proliferative من الاسم اكو فد شيء اسمه proliferative معناها proliferation، ونوع الانفلاميشن يكون acute، وglomerulonephritis معناها اكو inflammation. once more frequent of glomerular disorders، هاي اكثر وحدة تكون السبب مالتها هو دي يقول post-streptococcal، فمعناها هو طبعا مو شرط post-streptococcal شباب، هو الاسم acute proliferative glomerulonephritis، لكن احيانا يسميه البوست ستربتوكوكال. هاي شو وقت لما يكون الستربتوكوكال is the causative agent، يعني بسبب inflammation عفوا infection with ستربتوكوكال. لكن اكو بكتيريا ثانية تسوي نفس المانيفستيشنز، اي اكو، هسا هندرس ونشوف، او جز فيروس بعد حسب. فهي will cause by immune complexes antigen antibody complexes، لان immune complexes يقول the inciting antigen may be exogenous. هاي الاميون كومبلكس احنا من درسنا اول ما زمان قلنا هذا الاميون كومبلكس ممكن يكون اندوجينس وممكن يكون اكسوجينس، خوش. فهنا دا يوضح لك، يقول لك ممكن هذا الكومبلكس يكون اكسوجينس مثلا في حالة الاكسوجينس، يعني اكو فد انفكشن داخل الجسم، والجسم سواله انتيبادي ضده، معناها هذا الانتيجين هو اكسوجينس، اللي هو مثلا بالبوست انفكشوس كوزد باي ستربتوكوكاي اللي هي تكون بيتا هيمولايتيك انفكشن. ذس موستلي ديفلوبس ان تشايلد من 1 إلى 4 ويك. اذر تايبس اوف انفكشن لايك نيوموكوكال، احنا متفقين قلنا هو يسميه بوست ستربتوكوكال، بس مو دائما الكوزيتيف ايجنت هي ستربتوكوكاي، فمثلا هنا النيوموكوكاي هي الكوزيتيف ايجنت، وممكن تكون ستافيلوكوكاي also implicated. بس هنا عرفنا الكوزيتيف ايجنت، الكوزيتيف ايجنت هو انتيجين انتيبادي كومبلكس. زين منين اجاني هذا الكومبلكس؟ يقول لانه اكو فد انفكشن معين يحتوي على الانتيجين اللي هو البكتيريا نقصد بيه، وطاني مثلا نيوموكوكاي ستربتوكوكاي ستافيلوكوكاي، الجسم جوا تكون لها انتيجين، فهذا الكومبلكس راح وترسب بالكدني. وهسه بناخذ الباثوجينيسيس نشوف شنو راح يسوي بالكدني.
بس خلنا نستغسل بالموضوع. ثانيا يقول ممكن يكون viral disease مو شرط بكتيريا، مثلا مومز الميلز chicken box والهيباتيتس بي والسي، او ممكن يكون هذا الانفكشوس ايجنت الانتيجين ممكن يكون اندوجينس، الاندوجينس والجسم كون له انتي بودي ضده، اندوجينس يعني من خلايا جسمي، مثلا في حالة الاوتوميون ديزيز الاس ال اي اللي هو تايب 3 هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز، اهم من واضحه. شبابك وهاي الاشياء معتمد على المنزمة الاولى، فاللي ما مضبط له الرجان اللي يجي، لان هذه الاشياء كلها وضحناها بالمنزمة الاولى، مو محبة بالأولى بس يعني داقلكم أهميتها، وأنا هو تعبت بالمزمة الأولى بشرحها حتى أستغسل بالموضوع من أكمل شرح. على كل نكمل باللايت مايكروسكوب إيش راح نكمل؟ يقول أكو باللايت مايكروسكوب إحنا إيش كنا بالبداية؟ قلنا هو أكيوت بروليفراتيف، يعني أكو بروليفريشن المن للخلايا. زين يا خلايا، قلنا إنه الخلايا اللي عندي أنا كجلوميرولاي عموما هسعوا في الديزيز، إنه عندي ميزنجيال سيل وعندي هذا الكابيلاري بي اندوثيليال سيلز، وعندي هنا من طبقه من الجلوميرولار بيز ممبرين، وهنا عندي طبقه من البودوسايت. فالخلايا اللي يصير بها بروليفريشن ممكن تكون هذه الميزنجيال اللي هنا، او ممكن تكون هذه الاندوثيليال سيلز اللي بداخل البلد كابيلاري بلد فيزل، او ممكن تكون هذه البودوسايت اللي هنا. فهنا جد يقول the most characteristic change is uniformly increased cellularity. من يقولي increased cellularity يعني هذه يصير بها proliferation، يعني ازداد عددها، هذه يصير بها proliferation وهذه. بس the most common أكثر واحدة يقول of the glomerular tufts are affected nearly all glomeruli hence the term diffuse. فهذا السبب يقول هو ديفيوز. ليش؟ لأنه كل الخلايا بالجلوميرولاي هيصير بيها بروليفريشن، سواء كانت جلوميريا الميزنجيال سيلز أو الاندوثيليال سيلز مالت البلد كابيلاري أو الابيثيليال سيلز اللي هي تتمثل بالبودوسايت. زين هذا البروليفريشن ليش صار؟ لأنه هو انجري. انجري وين؟ ممكن تكون بالاندوثيليال، ممكن تكون بالابيثيليال، ممكن تكون حسب. خلينا نشوف الباثوجينيسيس ونفهم أكثر بعد. يقول this change result from proliferation and swelling of endothelial and mesangial cells and by neutrophilic and monocytic infiltration. منين يجي هذا البروليفريشن؟ لأنه أكو inflammation، هذا inflammation بسيتوكاينز، الinflammation هذا سوى destruction للتشو، فالجسم حتى يعوض هذه الخلايا بلشت خلايا تنقسم وتسوي proliferation فزاد عددها. هسه إذا نجي للمورفولوجي مالتها تحت الميكروسكوب، اول شيء الواضح عندي يعني هذه مبينه جدا انه اكو، يعني هسه احنا المفروض نلقى بالطبيعيه، شوفتكم صورتها بالقناه، انه اكو فد شيء اسمه البومان سبيس اللي هو المفروض يكون هذا، بس هذا ضيق، يعني ضيق جدا جدا ضيق، هذا مو معقول احلتن بيورن. فصاير شنو عندي؟ هايبرسيلولاريتي وعندي هذا النيتروفيلك انفلتريشن مأشر لكم عليها. ذني لا هذا عفوا ميزنجيال سيلز، هاي ميزنجيال، فأكون نيتروفيلك انفلتريشن. وإذا نيتروفيلك انفلتريشن معناها شنو؟ معناها هذا أكيوت انفلاميشن. زين أفهم إنه هذا أكيوت وأكو ناروينج هنا وأكو هايبرتروفي بكل الخلايا، كل الخلايا زايدة، هذه هنا هذه كلها خلايا زايدة، فمعناها هذا شنو؟ معناها هذا أكيوت بوستروبتوفوكال. هذا شنو؟ هذا كاست، هذا الكاست اسمه ريد كاست. الريد كاست هذا متكون من ار بي سي وياها بروتين، مو الار بي سي تنزل باليورين بسبب هذا الدستركشن اللي قلنا اللي صار بالاندوثيليال مات البلاد فيزل داخل الجلوميرولاي بسبب هذا الدستركشن، وقع عن ار بي سيات واليورين بي بروتينات هم نزلن، أو ممكن تكون ويا بروتينات الدم قبل لا ينزل، فذني تحت نسوي سوية وسوي كاست، وهنا نسوي ديبوزيشن، هذا ريت كاست هوموجينايزد ار بي سي كاست أو الريت كاست، موضح لكم يا هنا. نجي للإلكترون مايكروسكوب، إذا إلكترون ميكروسكوب معناه شنو؟ راح أجي أدور على الديبوزيشن وين صاير. هسه كلايت مايكروسكوب اللي شفته اكو هايبر سيلولاريتي او هايبر تروفي بالخلايا مات الجلوميرولاي عموما، وشفت اكو ناروينج بالبومان سبيس، وشفت اكو كاست هذا اللي شفناه قبل شويه هذا الار بي سي كاست،
بقالي شنو؟ أشوف الإلكترون مايكروسكوب، من خلاله أشوف الديبوزيشن وين صاير، وإذا أسوي إميون فلورسنت فأعرف نوع الأنتيجين أنتيبادي كومبلكس وين صاير، يعني يا إميونوجلوبيولين مترسب، الترسب مالته شلون صاير، لينير لو شكل كلامبس، رفلي لو سوفت، فهذا اللي أعرفه من خلالهن. خلينا نشوف الإلكترون مايكروسكوب شلون صاير. بالإلكترون مايكروسكوب يقول أكو فد إميون كومبلكسز معينة arrayed as sub-endothelial, intramembranous, or sub-epithelial يسميهن الهامز nestled against the membrane. خلنا نوضحكم شلون صاير deposition. أنا مو عندي هذا blood vessel، وهنا هذه glomerular basement membrane، وهنا عندي البودوسايت اللي هي الابيثيليال لاير. هذا ال هسه هذه رسمتها، طبعا هذا رسم توضيحي لكم. فهذا البلاد فيزل الكابيلاري، وهذا الجلوميرولار بيزمنت ممبرين، وهذه هي طبقه الابيثيليال سيلز او البودوسايت. اللي دي يصير هنا شنو؟ يقول اكو فد اميون كومبلكسز دا تترسب. وين دا تترسب؟ يقول ممكن انه تترسب هنا فنسميها سب اندوثيليال. فاذا ترسبت هنا راح تجي الانفلاماتوري سيلز حتى تسوي له اليمينيشن. الانفلاماتوري سيلز راح تفرز سايتوكاينز، ونعرف هذه الامور من المناعه، فتسوي شو دمج، راح تسوي شوي ديستركشن هنا، ديستركشن هاي الخلايا هنا، فهذه الخلايا اللي هنا بسبب السيتوكاينز تاثيرها حتتكسر. من تتكسر تبدا خلايا ار بي سي تطلع من هنا وتعبر هذا، وتعبر البودوسايت وتروح للبومان سبيس. هذه الار بي سي هنا راح تجي لهذا بومان سبيس اللي المفروض هنا اليورين يجتمع. بسبب هذا التكسير راح تبدا هذه الخلايا يصير لها تسوي العفو، بسبب هذا التكسير راح يصير هيمودايناميك ديسوردر. انت تدون انه اي بلاد فيزل يصير بي انجري تبلش هنا يصير هيموستاسيس حتى يغلق البلاد فيزل حتى لا يخسر الدم. هذه كل شيء نعرفه احنا. فراح تبلش تتكون هنا ثرمبس، هذه ثرمبس راح تسوي اكلوجن. هذه من جهه الثرمبس بلشت تسوي اكلوجن هذا البلاد فيزل، يجي البلاد يلقاها مسدوده، فشنو يقل الجي اف ار. ثاني شيء هذه الخلايا بسبب التكسير راح تبلش تسوي بروليفريشن وتبدي يزيد عددها. هذا اللي زيادة بالعدد هذا هم راح شوية يضيق لي البلاد فيزل، فهذا هم يقلل لي الجي اف ار. ثالث شيء اكو هنا ميزنجيال سيلز راح تسوي بروليفريشن بسبب هذه الانفلاماتوري رياكشن، وهم تبلش تضغط على هذا فهم الضيق، هذا كله دا يسوي اوبليتريشن، هذا كله ضغط على الشريان لا اي عشان فيقللها من جي اف ار. فهذه كلها اشياء تسوي نقصان بالجي اف ار. هذه واحدة من الاشياء اللي صار فيها ديبوزيشن. يقول ممكن الديبوزيشن مو بس بهالموقع يصير، ممكن يكون هنا. تتذكرون الجلوميرولار بيزمنت ممبرين قلنا بيه ثلاث طبقات، بيه واحدة اسمها لامينا انترنا، وواحدة اسمها اللامينا دنسة، وواحدة اسمها اللامينا لارا اكسترنا. فيقولك ممكن الكومبلكسز تجي تسوي هنا ديبوزيشن باللامينا لارا باللامينا دنسة اللي هي هذه، هم راح تجي انفلاماتر سيلز عليها. وممكن يكون هنا الديبوزيشن هنا سب ابيثيريال، يعني بين الجلوميرولار بيزمنت ممبرين من هالجهة والبودوسايت من هالجهة، هنا يصير الديبوزيشن. فهذا هم يجيب انفلاماتوري رياكشنز. ممكن شو تسوي لي؟ تسوي لي تأثر على هذه البودوسايت، وممكن تسوي يعني تموت هذه البودوسايت، بالتالي يصير عندي لوز اوف كنترول اوف فلتريشن. بس طبعا هذا ممكن شوية تأثر، تبلش انه يصير بيها هايبرتروفي حتى يعني تعوض اللي نقص. فأعتقد هذا الرسم واضح صار. فخلي نقرا. يقول انه اكو بالاميون كومبلكسز ممكن تكون ديبوزيشن مالتها سب اندوثيليال او انترا ممبرينس، وضحنا هذه باللامينه لامينه دنسه مالت الجلوميرولار بيزمنت ممبرين، او ممكن تكون سب ابيثيليال على شكل هامز، هنا يسميهن هامز نستلد اجينس جلوميرولار بيزمنت ممبرين. بالاميونوفلوسنس راح اشوف يا اميونوجلوبيولين مترسب، راح القى اميونوجلوبيولين جي وكومبلمنت. هذا الكومبلمنت يقول اكثر شيء القى القطعه اللي اسمها سي 3. الكلينيكال فيتشرز the onset of kidney disease tend to be abrupt، يعني هم مفاجئ. heralded by malaise slight fever نيزيا نفرتك سندروم. منين تجي هذه النيزيا؟ لعبان نفس. احد يقول منين؟
خطيكم قد تفكرون. هذا السبب هالنيجي انه احنا غير المفروض يجي البلاد يسوي له فلتريشن بسبب هذه العمليات اللي شرحناها هسه والهايبرتروفي الصاير وجاي يقل الفلتريشن جي اف ار. الدم دا يرجع للجسم مصفى، وهذا الدم يحتوي على مواد ويست برودكتس وتوكسينز، فهذه التوكسينز كلها تاثر على الخلايا، دا ترجع السم دا يرجع للجسم، التوكسينات كلها دا ترجع للجسم. فهذه من ترجع تسوي نيزيه، تسوي فوميتينج، تسوي فيفر، فهذه كلها تاثر على النورمال سيلز اللي موجوده بالتشوز. اذا اسوي سيروم تيست راح القى الانتي ستربتولايسين او تترز الفيتد لانه دا ينفرز من الخلايا، فاذا لقيت هذا الفيتد فمعناها اقول هذه ستربتوكوكال الكوزيتيف ايجنت هو ستربتوكوكاي، فهذا معناها اكو بوست ستربتوكوكال كيس. زين most of children recover completely، الريكفري مالتهم عالية طبعا، هذا of good prognosis هذا الديزيز. some develop rapidly بس البعض هذول شنو يسوون rapidly progressive glomerulonephritis هاي هسه راح ندرسها او chronic renal disease، وذول يموتون اقول لك chronic renal disease. In adults 15-50% of patients develop end stage renal disease، نسبة قليلة بس هو يعني الديزيز عموما يكون of good prognosis لأنه شو اسمه recovery مالته عالية.